بدأت الحرب، فعلها بوتين كما كان متوقعاً وباشر بغزو أوكرانيا. انفجارات تهز العاصمة كييف، وأعمدة الدخان تتصاعد في عدة مدن أوكرانية، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلنها بكل وضوح: بوتين يريد تدمير بلادنا. رفاقكم الأعزاء وآباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا دفاعاً عن وطننا الأم من أجل أن يستولي النازيون الجدد اليوم على السلطة في أوكرانيا. لقد أقسمت يمين الولاء للشعب الأوكراني وليس للمجلس العسكري المناهض للشعب الذي يسرقه ويهرسه. إلى من يحاول التدخل معنا وخلق التهديدات لبلدنا، يجب أن تعرف أن رد روسيا سيكون فورياً وسيقودك إلى عواقب لم تشهدها أبداً في تاريخك. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ادعى أن العملية العسكرية في أوكرانيا هي لحماية السكان في إقليم دونباس المستولى عليه من الانفصاليين الموالين له، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مقرات عسكرية ومستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني، فضلاً عن تدمير منظومة الدفاع الجوي وقواعدها. ولأن الحرب لا تمر دون حصد أرواح المدنيين، أوكرانيا تصرح بسقوط 8 قتلى على الأقل وجرح آخرين جراء القصف الروسي ومقتل أول عسكري في صفوف قواتها. لماذا تذهبين إلى المترو؟ لأن الاتحاد الروسي يشن حرباً في أوكرانيا. إذن ماذا تريدين أن تفعلي؟ أنقذ حياتنا. وماذا بالداخل؟ الأمل في أن ينقذنا، لأن المترو تحت الأرض ينقذنا. We hope that it save us because metro it's underground. خوف وهلع كبير في صفوف المدنيين وحالة نزوح ضخمة من العاصمة كييف والمدن الأوكرانية الأخرى. بالتزامن مع دخول قوات روسية إلى الأراضي الأوكرانية، تطورات متسارعة تقابل بتحركات دولية خجولة لا ترقى لمستوى الاستعدادات على مدى أشهر، والتحذيرات التي لم تتوقف حينها. تحركات بدأتها الدول الغربية والعالمية بعقد قمة أمنية وفرض مزيد من العقوبات الأوروبية والأمريكية على موسكو، بالإضافة إلى دعوات ومطالبات لروسيا بسحب قواتها وإيقاف هجومها على أوكرانيا. يجب أن يتوقف هذا الصراع الآن. ما هو واضح بالنسبة لي هو أن هذه الحرب لا معنى لها، إنها تنتهك مبادئ الميثاق وتسبب أو ستتسبب إذا لم تتوقف مستوى من المعاناة لم تعرفه أوروبا منذ أزمة البلقان على الأقل. حرب مدمرة على الأراضي الأوكرانية، وتخاذل من دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وترك كييف وحيدة أمام الدب الروسي. وسط تساؤلات لمحللين عسكريين عن قدرة العقوبات والتحذيرات والمطالبات على ردع بوتين وقواته وإيقاف الغزو الهمجي على أوكرانيا.